بسم الله والابن الروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا رحمته وبركاته من الان وكل اوان ولا دهر الدور كلها امين. نقدم كل الشكر وكل تمجيد لربنا يسوع المسيح اللي اعطانا هذه البركه في هذه الايام المباركه، ونعلم تماما محبه الشعب القبطي والكنيسه القبطيه لامنا القديسه العذراء مريم وقيمه هذه الايام وهذه النهضات. ربنا يجعل من هذه الايام سبب بركه وملء روحي ونعمه لكل اولاد الكنيسه اللي بيحضروا في كنائس الكرازه كلها. كل سنه وحضراتكم طيبين. كل الشكر والتقدير لأتسابونا كرولوس وأتسابونا لوقا، وكل الشكر والتقدير لكل الخدام والخادمات القائمين على خدمة هذه الاحتفالات، وكل الشكر والتقدير على الكرار. مش عارف يعني صراحة كلام، محتاجين كلام كتير، لكن نترك الشكر السماوي لكل من تعب في هذا الاحتفال، كل من تعب صغير وكبير، وكل من ساهم حتى لو قال بكلمة كده. ربنا يجعل من هذه النهضة سبب بركة لكل من يأتي إليها. كل سنة وحضراتكم طيبين. اتعودنا في هذه المناسبة ناخد حاجة عن القديسة العذراء مريم. تفتكروا السنة اللي فاتت كلمتكم عن العذراء مريم العجيبة. النهاردة هكلمكم عن القديسة العذراء مريم التي تعبر كلماتها تعبر عن شخصيتها. نعلم تماما ان القديسة العذراء مريم كانت قليلة الكلام وتميل الى الصمت، لكن في بعض الكلمات والعبارات وبالنسبة لنا بنعتبرها أو مش بنعتبرها هي آيات في الكتاب المقدس تعبر بكل الصدق عن شخصية القديسة العذراء مريم، وفي نفس الوقت بتوضح جوانب عن شخصية القديسة العذراء مريم. طبعا الكلام عن القديسة العذراء مريم لا يسعنا الوقت، ولكن على قدر المستطاع. في بشارة الملاك للقديسة العذراء مريم لما بشرها فردت عليه قالت له كده: كيف يكون هذا وأنا لست أعرف رجلا؟ لوقا 1:34. يعني بيقول لها الروح القدس بيقول لها ان انت هتحبلي وتقدمينا مخلص العالم، فبتقول له كيف يكون هذا وأنا لست أعرف رجلا. وهذه الآية تكشف عن شخصية القديسة العذراء مريم، خلوا بالكم، المكرسة للرب. سألت القديسة العذراء مريم الملاك لما بشرها بالحبل والولادة، وهذا السؤال رغم أنها نعلم تماما أنها كانت مخطوبة للقديس يوسف النجار، والأمر ده يفهم منه أنها تريد وعازمة على حياة البتولية والعذراوية وتظل عذراء، وإن خطبتها للقديس يوسف النجار الشيخ كان المقصود بها رعايتها وحمايتها فقط، هو ده كان المقصود بها. عشان كده أفكرك يا أخي الحبيب، كثيرا ما نقدم بعض النذورات للرب، وقد تكون أو قد يكون نذر مادي أو معنوي، ولكن القديسة العذراء مريم هنا هي نفسها، اسمعوا الكلمتين دول، نذيرة للرب، نذيرة للرب، واقتنعت بذلك وابتهجت وعاشت حياة البتولية الدائمة
ونعلم أنها بتول وعذراء قبل وأنسناء وبعد الميلاد. عاشت التكريس الكامل، التكريس القلبي والتكريس الجسدي والتكريس الكياني، وقدمت للعالم كله نموذج في التكريس وحياة القداسة. وكانت مع رب المجد يسوع المسيح على الدوام، ونعلم تماما ما قدمته من مجهودات كثيرة جدا في التجسد الإلهي في هذا الجسد الذي من خلاله امتلأ من الروح القدس، وقدمت جسدا عاقلا ناطقا متأنسا لرب المجد يسوع المسيح. يقول لك وصار جسدا من القديسة العذراء مريم. عشان كده نقول ان في هذه الآية كيف يكون لي هذا وانا لست اعرف رجلا، تعرفنا ان القديسة العذراء مريم المكرسة للرب. بعد هذا ردت على الملاك وقالت له هوذا أنا أمة الرب، لوقا 1:38، هوذا أنا أمة الرب. لما القديسة العذراء مريم فهمت من الملاك الإعلان وهذه البشارة وأنها ستلد وستنال هذا الشرف العظيم اللي منها يأتي مخلص العالم، اللي ما كان في حد على الأرض يحلم إن منه يأتي مخلص العالم في الوقت ده من اليهوديات وفي جميع الأجيال، وتصير أما للمسيا، أم للمخلص اللي البشرية كلها انتظرت هذه اللحظات من وقت ما خرج أبونا آدم من الفردوس، وعلمت أنها ستصيح أو ستصبح والدة الإله المتجسد. وهناك المشاعر الروحانية الداخلية التي جعلتها تقول هوذا أنا أمة الرب. وهذه علامة وجانب آخر من شخصية القديسة العذراء مريم، أنها منصحقة، مجرد عبدة للرب، ولا تستحق هذا الشرف، مجرد عبدة للرب. وكملت وقالت ليكن لي كقولك، في لوقا 1:38، يعني أنا خاضعة لمشيئتك يا رب، أنا تحت أمرك يا رب. ولما نقول هذا الخضوع ليس خضوع الإرغام، ولكن خضوع الرضا والطاعة لمشيئة الله، خضوع كامل لمشيئة ربنا ورضا كامل لمشيئة الله، إنها طاعة كاملة، مش مجرد لا طاعة شكلية ولا طاعة مظهرية ولا أي شيء ولا حاجة خارجية، طاعة حقيقية نابعة عن التسليم الكامل لمشيئة الرب، هوذا أنا أمة الرب. والجانب الثالث نأخذ من هذه الآية أنها العذراء الخاضعة. قلنا الأولى المكرسة، الثانية المنصحقة، الثالثة العذراء الخاضعة. وفي لوقا 1:46 قالت تعظم نفس الرب. لما سمعت من القديسة أليصابات، لما سمعت القديسة أليصابات سلام القديسة العذراء مريم يقول كده حل الروح القدس عليها، فنطقت بهذه التسبحة وبدأت تقول مباركة أنت في النساء ومباركة هي ثمرة بطنك. فردت عليها القديسة العذراء مريم بتسبحاتها الخالدة
وبدأت تقول تعظم نفس الرب، تعظم نفس الرب. وهنكمل بعد شوية في نفس الآية. حولت هذا التعظيم عن نفسها إلى الله، تعظم نفس الرب. يعني قدمت، هي بتقول من أين لهذا أن تأتي أم ربي؟ ده حولت هذا إلى ربنا، وده يؤكد أن القديسة العذراء مريم المسبحة حولت هذا التعظيم إلى الله وبدأت تسبح الله. ونعلم تماما أن التسبيح هو عمل الملائكة، ومش ما هوش غريب على القديسة العذراء مريم هذا، لأن احنا نعرف تماما أنها عاشت في الهيكل منذ 3 سنوات، فكانت في الهيكل مسبحة مرنمة حافظة للناموس وخادمة في الهيكل. علشان كده نقول في هذه الآية أن القديسة العذراء مريم المسبحة، القديسة العذراء مريم المسبحة. وكملت تعظم نفس الرب وتبتهج جروحي، بالله مخلصي. عارفين طبعا ان القديسة العذراء مريم كانت من وقت ما اتولدت ودخلت الهيكل بإعلانات إلهية، بإعلانات إلهية. وعارفين ان الخطية هي بتحرم الانسان من حالة الفرح وتورثه الحزن، من أجرة الخطية هي موت. فالخلاص والغفران كان السبب الاول لابتهاج القديسة العذراء مريم. واحنا عارفين ان القديسة العذراء مريم ولدت انسانة بكافة الانسانية ووارثة الخطية، فعشان كده كانت من ضمن الذين يحتاجون إلى هذا الخلاص. تبتهج روحي بالله مخلصي، فعشان كده هذا الخلاص هو مصدر الفرح الحقيقي التي تمتعت به القديسة العذراء مريم، وهو الفرح لكل المؤمنين وكل العابدين وكل المجاهدين الذين يقدمون توبة لكيما يتخلصوا من موت الخطية ويعيشوا حياة التوبة. وعشان كده بنقول ليس بأحد غيره الخلاص، لا خلاص إلا بشخص رب المجد يسوع المسيح. هكذا القديسة العذراء مريم تمتعت بهذا الخلاص الذي ولد منها. فنقول أن القديسة العذراء مريم حينما تقول تبتهج روحي بالله مخلصي، فالعذراء المبتهجة والفرحة بالخلاص المقدم في شخص رب المجد يسوع المسيح. قالت كمان القديسة العذراء مريم ما يعبر عن شخصيتها، منذ الآن جميع الأجيال تطوبني، لوقا 1:48. وهذه الكلمات تظهر دورها كنبية تتنبأ بالروح القدس وما سيحدث في المستقبل. وقدرت انها تعرف ان هناك اجيال سوف يعيشون هذا التطويب وهذا التمجيد. منذ الان جميع الاجيال تطوبني، تنبأت. عشان كده نقول ان القديسة العذراء مريم النبية، النبية. قالت كمان القديسة العذراء مريم ما يظهر جانب من شخصيتها، القدير صنع به عظائم واسمه قدوس ورحمته إلى جيل الأجيال، صنع قوة ورفع المتضعين وأشبع جياع وعضت فتاة كما كلم أبانا، لوقا 1. أنا بختصر من 49-55. هذه الكلمات تكشف أن القديسة العذراء مريم تعرف الله معرفة حقيقية،
معرفة مباشرة. هذه الكلمات التي قالتها القديسة العذراء مريم مسبحة تعلن عن معرفتها الاختبارية لشخص رب لشخص الله وشخص ربنا يسوع المسيح الذي ولد منها، وتكلمت عن صفات الله المتنوعة. صفات الله المتنوعة، عظمة الله وقدرة الله وقوة الله وقداسة الله ورحمة الله واتضاع وكفايته وصدق. علشان كده نقول إنها هذه القديسة العذراء مريم تعرف الله معرفة حقيقية، معرفة اختبارية، معرفة مبشرة. صنع قوة، رفع المتضعين، أشبع الجياع إلى آخره. فنقول إن القديسة العذراء مريم هنا كانت لها معرفة حقيقية، معرفة اختبارية لشخص ورب لشخص الله الذي تجسد منها في صورة رب المجد يسوع المسيح. قالت كمان القديسة العذراء مريم في هذا الموقف، في موقف ما، هو ذا أبوك وأنا كنا نطلبك معذبين لما انتظر رب المجد يسوع المسيح وسط المعلمين في الهيكل. فهذا إعلان أن القديسة العذراء مريم طالبة الرب، طالبة للرب. القديسة العذراء مريم والقديس يوسف لما كانوا مع رب المجد يسوع المسيح وهو صبي ووجدوه في الهيكل وقالت له: يا ابني لماذا فعلت بنا هكذا؟ كنا نطلبك معذبين. كانت تطلب الرب يسوع المسيح، وكثيرا ما نطلب الأرضيات، لكن هي كانت طالبة للرب. احنا المقصود من هذه الامور ان احنا ناخد الدرس ونتعلم من ام النور لكي ما نتعلم منها معرفة الرب وطلب الرب. طبعا في الامور دي كان حصل حديث، لكن رب المجد يسوع المسيح رد عليها وهو قاعد في وسط هذه الجموع: من يصنع مشيئتي هو أبي وأمي وأختي. هنا نتذكر ما قاله الحكيم عن طلباتنا المادية التي قد يشتهيها البعض، ولكن كل هذه المادية قال عنها الحكيم: باطل وكل قبض الريح. عشان كده القديسة العذراء مريم طلبت الرب، وبالرغم ان هي كانت معذبة وتبحث عنه، ولكن كانت تطلب الرب. وده درس لينا ان احنا يكون لنا طلب وطلبتنا للرب لكي ما نقدم حياة مقدسة لربنا يسوع المسيح. في هذا الموقف القديسة العذراء مريم تقول له: أبوك وأنا، أبوك وأنا. عارفين القديسة العذراء مريم هي والقديس يوسف النجار كانوا مخطوبين، وفي نفس الوقت قالت أبوك وأنا. وهذا نوع من الروح التي تتميز بنوع من التأدب والاحترام والتقدير. وظهر هذا في حديثها في عدم مقاطعة الحديث، وانتظرت بعد ما الحديث خلص وبدأت تتشفع وتتوسل من أجل الآخرين. علشان كده نقول ان القديسة العذراء مريم في هذا الموقف المتأدبة في حديثها. وده درس لي وليك
ان احنا لابد ان يكون حديثنا فيه نوع من التأدب ونوع من الوقار ونوع من التقدير والاحترام. الملاك يتحدث ثم القديسة العذراء مريم ترد عليه. اليصابات تستقبلها بالترحيب والقديسة مريم ترد عليها. مواقف تستدعي الوقفات لكيما نتعلم من شخصية القديسة العذراء مريم. قالت القديسة العذراء مريم في معجزة عرس قانا الجليل في يوحنا 2:3: ليس لهم خمر. وهذا تعبير عن القديسة العذراء مريم الشفيعة. كشفت القديسة العذراء مريم عن دورها في هذا الموقف ومساندتها للآخرين وشفاعتها من أجل الآخرين. ونحن نعلم تماما مكانة القديسة العذراء مريم وشفاعة القديسة العذراء مريم. ده رب المجد قالها: ليس لم تأتي ساعتي بعد، ولكن استجاب لما طلبته القديسة العذراء مريم. القديسة العذراء مريم بكل محبة وبكل ما تقدمه من مشاركة في هذا العرس، سواء أي نوع من المشاركة قدمتها لأهل هذا العرس وطلبت من الرب لأجلهم، وهذه محبة نابعة عن أمومتها وشفاعتها نحو الجميع. عشان كده لابد أن تكون لنا ثقة في شخصية القديسة العذراء مريم وشفاعتها الدائمة من أجل أولادها في الكنيسة. في نفس المعجزة، ودي آخر حاجة قالتهم كده: مهما قال لكم افعلوا. مهما قال لكم افعلوا. وهذه العبارة تعلن لنا عن أن القديسة العذراء مريم الكارثة. مهما قال لكم افعلوه. ما سمعناش أن القديسة العذراء مريم لا كرزت ولا نزلت في أي مكان زيها زي الأباء الرسل وبشروا بالإيمان في أي مكان، لكنها في عرس كان الجليل شفناها وسمعناها بهذه الكرازة. مهما قال لكم افعلوه، يعني اسمعوا كل كلمة ونفذوا كل كلمة تسمعوها منه. يعني خليكم في طاعة لما يقول. وطبعا كل ما يقول الرب هي وصايا مكتوبة في الإنجيل وكتبت في الإنجيل. عشان كده نقول إن القديسة العذراء مريم كارثة. وما ذلك القديسة العذراء مريم بمكانتها في كنيستنا القبطية ومحبتها لكل أولادها في كل الكرازة، ومحبة كل أولاد الكنيسة المؤمنين للقديسة العذراء مريم، يتمتعون بهذه الكرازة حينما نسمع بأي معجزة من معجزات حصلت للقديسة العذراء ما عملتها القديسة العذراء مريم، أو حينما نسمع بظهور حصل من القديسة العذراء مريم، وإحنا عارفين الظهور في الزيتون والظهور في الوراق والظهور في بابا دبلو وظهورات كتيرة جدا. كل هذه الظهورات إعلانات إلهية وكرازة بالإيمان المسيح، وتأكيد للعالم كله الذي قد يكون هذا العالم يفتقر إلى الإيمان، وقد تكون هناك بعض الألفاظ أو بعض الأفكار التي تشكك الإيمان، لكن ظهور العذراء وعمل معجزة للقديسة العذراء مريم في أي وقت يؤكد هذا الإيمان وكرازة بالإيمان. لسه النهاردة من ساعتين كده قبل ما أجي هنا كنت في كنيسة العذراء دقدوس، وقابلني واحد قال لي: أنا كنت هنا من 3 سنين وأنا ماشي بالعربية حصل حادثة، وناديت ست العذراء وبصت لي إيد العربية وقفت في مكان معين وحصل اللي حصل، ورجعوني وجابوني مستشفى دقدوس،
واخدنا العلاج ونعمه ربنا حرستنا. واحنا واللي كده انا جيت لك هنا يا سيدنا وصليت لي ورشمتني بالزيت وقلت لك وقلت لي انت هتخف وفعلا ربنا تمجد. من هذه الكلمات تقريبا ال11 قلنا دلوقتي 11 جانب في شخصية القديسة العذراء مريم. المفروض من كل جانب من هذه الجوانب نأخذ الدرس في حياتنا الروحية. قلنا العذراء المكرسة للرب، فلابد أن يكون لك وأن تكون نفس مكرسة للرب، ولا نقصد التكريس بالمعنى الحرفي بل بالمعنى الروحي اللي من خلاله بعض الأوقات تكرس وقت للرب، فيه تصلي وفيه تقرأ الكتاب المقدس وفيه تتقابل مع ربنا. الجانب الثاني العذراء المنسحقة، وده يديك درس النوع من الاتضاع، ورب المجد قال تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب. العذراء الخاضعة، وكنا احنا بنصلي لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، فلابد ان احنا نبقى خاضعين وراضيين لمشيئة الرب. العذراء المسبحة، ونشكر ربنا كنيستنا القبطية روح التسبيح ومنهج التسبيح قائم قبل كل قداس تسبحة كاملة، والكنيسة قبل ما نفرح وقبل في شهر كياك الكنيسة فرحانة بالتسبيح لأجل مجيء الخلاص. ويقولوا كده في شهر كياك بيبقى النهار أقصر من الليل، فمن خلال هذا الوقت نحول الليل إلى نهار بالتسبيح في استعداد وفرح لمجيء الرب. العذراء المبتهجة بالخلاص، نفرح بالخلاص حينما نقدم توبة فعلية وتوبة عملية وتوبة مثمرة تقودنا إلى الخلاص وإلى الأبدية. العذراء التي تعرف الله، لابد من أي آخر حبيب تكون لك معرفة حقيقية ومعرفة مباشرة. افتح كتابك المقدس واقرأ الإنجيل وافهم وصايا وتعليم الكتاب المقدس وحول كل هذه الوصايا إلى حياة، لكي ما تكون علاقتك بربنا ومعرفتك بربنا مش معرفة نظرية ولا معلومات من الكتاب قد ما تكون معرفة اختبارية عن فعل الوصايا وأثر الوصايا التي تجعلنا عاملين بالوصايا في كل وقت تعرف الله. قلنا أن العذراء كمان طالبة للرب، فلابد أن كل منا يطلب، أنا مش عايز حاجة تانية يا رب، معك لا أريد شيئا على الأرض. هتقولي ما احنا عايشين في العالم، فلابد أن يكون لك حضور وتمتع بحضور ربنا في حياتك، لكي ما تتمتع بحضور ربنا تطلب الرب في كل وقت وفي كل زمان وفي كل مكان وفي كل حال. عشان كده الكنيسة قالت لنا كده نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال. الشكر إعلان لحضور ربنا وفرح لما يقدمه ربنا للإنسان. القديسة العذراء مريم من جوانبها أنها متأدبة في حديثها، فنتعلم منها وناخد الدرس اللي كل منا يبقى له في حديثه الوقار والاحترام والتقدير للكبير والصغير، نحترم الكبير ونقدر الصغير ويبقى فيه نوع من الانصات، ومن خلال هذا الانصات نتكلم وننطق في الوقت المناسب بالاسلوب المناسب حسب الظروف المناسبة تتكلم. القديسة العذراء مريم الجانب الآخر وهي الشفيعة، لنا ثقة وإيمان في شفاعة القديسة العذراء مريم ومكانتها عند ربنا
وانا عشان كده كلنا جايين دلوقتي نطلب شفاعة الست العذراء ونقول لها اشفعي فينا اشفعي فينا. اخر حاجة القديسة العذراء مريم الكارثة لما قالت مهما قال لكم افعلوا. هتقول لي ما انا انسان عادي لا خادم ولا شماس، اقول لك لا، كونك ان انت تعمل بوصايا الكتاب المقدس، كونك ان انت تحتفظ بايمانك المسيحي وتعمل به في المجتمع اللي انت عايش فيه، تتحول هذه الممارسات الروحية من أمانة ومحبة واحتمال وتضحية وبذل وعطاء إلى أفعال ليروا أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات. تعالوا نحفظ كتابنا المقدس وتعالوا نعمل بهذا بهذه الوصايا ونعيش هذا الإيمان الحقيقي لكيما يتحول إلى حياة، ومن خلال هذه الحياة تتحول هذه الممارسات وهذه الأفعال وهذه الأقوال إلى كرادة باسم الرب. ربنا يدينا نعمة ويبارك في هذه الكلمات ويجعل من هذه الكلمات سبب بركة لكي ما تكون لنا من خلال هذه الجوانب في شخصية القديسة العذراء مريم الملء الروحي والمعرفة الروحية والحياة التي نعيشها على الأرض، لكيما من خلال هذه الممارسات يالله يتمجد في كل فعل وفي كل قول. ربنا يعيد أمثال هذه الأيام على الكنيسة والكل في ملء النعمة وملء البركة بشفاعة من القديسة العذراء مريم صلوات صاحب القداسة والغبطة الباب المعظم الأنبا تودروس الثاني. ومن هذا المكان نقدم تهنئة خاصة لصاحب القداسة والغبطة الباب تودروس، وتهنئة خاصة لكل أعضاء المجمع المقدس، وتهنئة لكل أولاد الكنيسة وكل شعب الكنيسة الأرثوذكسية في أنحاء الكرادة المرقسية. كل سنة وحضراتكم طيبين. لإلهنا كل مجد وكل إكرام من الآن إلى الأبد. أمين.